السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله وبركاته أخوان طلابنا الأعزاء. أول شيء بدي أتأكد من حضرتكم إذا الصوت واضح. الكل عم يسمعني؟ اليوم راح تستكمل محاضراتنا. بس اللي فاتح فيديو يا ريت يسكر الفيديو. اللي فاتح فيديو بس بعد إذنكم يسكر الفيديو. اليوم راح نسكر محاضرتنا بالقانون الدستوري. راح نحكي عن مواد الدساتير. طبعا اليوم محاضرتنا بسيطة ومحاضرة حلوة. أنواع الدساتير، يمكن تصنيف الدساتير وفق تصنيفين. التصنيف الأول من حيث كونها مدونة أو غير مدونة، تقسم إلى دساتير مدونة ودساتير غير مدونة أو عرفية. أما التصنيف الثاني من حيث إجراءات تعديلها، تقسم من حيث إجراءات تعديلها إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة. إذن في عنا تصنيفين لأنواع الدساتير. التصنيف الأول اللي هو من حيث تدوين الدساتير، تقسم إلى دساتير مدونة ودساتير غير مدونة أو دساتير عرفية. التقسيم الثاني من حيث طريقة تعديل الدساتير أو إجراءات تعديل الدساتير أو صعوبة تعديل الدساتير، تقسم إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة. النوع الأول، التصنيف الأول من حيث التدوين، تقسم مثل ما ذكرنا إلى دساتير مدونة ودساتير غير مدونة أو دساتير عرفية. النوع الأول اللي هو الدساتير المدونة. عم بيقول لك الدستور يعتبر مدون إذا كانت غالبية أحكامه مدونة في وثيقة أو عدة وثائق ومن قبل سلطة مختصة ووفقا لإجراءات معينة. إذن بعيد، الدساتير المدونة هي الدساتير التي تكون غالبية أحكامها، حطوا لي خط أحمر تحت كلمة غالبية. إذن هي الدساتير التي تكون غالبية أحكامها مدونة في وثيقة أو عدة وثائق من قبل سلطة مختصة ووفقا لإجراءات معينة. هلأ بنعيد التعريف ونشرح كل كلمة كلمة. فبنقول الدساتير المدونة هي الدساتير التي تكون غالبية أحكامها، يعني لا يشترط أن تكون جميع الأحكام مدونة، يكفي أن تكون غالبية الأحكام مدونة سواء في وثيقة أو عدة وثائق. هلأ الدستور كقاعدة عامة غالبا يكون هو في وثيقة واحدة، إنه نصوص الدستور مكتوبة في وثيقة واحدة. هذا لا يمنع أن يكون أحكام الدستور مكتوبة في وثيقتين أو في 3 وثائق، لا يوجد مشكلة. إذا هو المتعارف عليه وثيقة واحدة، ولكن إذا كانت مكتوبة في وثيقتين أو 3 فأيضا ما في مشكلة عندنا. إذا ولا يشترط أن تكون جميع الأحكام مدونة، إنما يكفي أن تكون غالبية الأحكام. قد تكون جميع الأحكام مدونة وقد تكون غالبية الأحكام مدونة. أي لما نقول غالبية الأحكام مدونة، ممكن يكون في عندنا قسم من الأحكام غير مدونة عرفية، بس ولكن العبرة غالبية الأحكام مدونة. إذا الدساتير المدونة هي الدساتير التي تكون غالبية أحكامها مدونة في وثيقة أو عدة وثائق من قبل سلطة مختصة. المحاضرة القادمة راح نشوف السلطة المختصة في وضع الدساتير أو في نشر الدساتير هي السلطة التأسيسية الأصلية من قبل سلطة مختصة ووفق لإجراءات معينة. أي أن إنشاء الدستور يكون وفق إجراءات معينة، وما راح نحكيها إن شاء الله في المحاضرات القادمة. إذا بنعيد المرة الأخيرة، بتوقع صار التعريف واضح. الدساتير المدونة هي الدساتير التي تكون غالبية أحكامها مدونة في وثيقة أو عدة وثائق من قبل سلطة مختصة ووفق إجراءات معينة. ذكرنا وأكدنا على نقطة أنه يكفي أن تكون غالبية الأحكام مدونة ولا يشترط أن تكون جميع الأحكام
مدونة، سواء في وثيقة واحدة أو أكثر من وثيقة، ومن قبل سلطة مختصة مثل ما ذكرت. راح نشوف المحاضرات القادمة إن هي السلطات السياسية الأصلية ووفق إجراءات معينة. إذا هذه الدساتير المدونة. هلأ الدساتير المدونة طبعا حديثة النشأة، يعني هي دساتير ظهرت في عصرنا الحالي حديثة نسبيا، يعني ما هي قديمة منذ قدم، لا هي حديثة نسبيا. طبعا بدأت أول دستور مكتوب أو مدون كان هو دستور الولايات المتحدة الأمريكية عام 1787، طبعا اللي هو كان الدستور اتحاد الولايات المتحدة الأمريكية عام 1787. ولكن قبل الدستور ما ينوضع بشكل كامل للولايات المتحدة الأمريكية، كان في عندنا دستور انوضع لولاية فرجينيا. طبعا ولاية فرجينيا هي ولاية أمريكية، انوضع عام 1776. إذا انوضع لولاية فرجينيا عام 1776، وبعدها صار انوضع لباقي الولايات الأمريكية التي تستقل شيئا فشيئا، وبعدها انحط أول دستور اتحادي كامل للولايات المتحدة الأمريكية مثل ما ذكرت عام 1787. فالدستور الأمريكي عام 1787 هو أول دستور وأقدم دستور مكتوب في العالم، دستور الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا فرنسا دستورها انوضع عام 1791 كدستور مدون. إذا الشيء البعيد المرة الأخيرة أنه الدساتير المدونة هي دساتير حديثة نسبيا، يعني ما هي قديمة منذ آلاف السنين، لا هي حديثة نسبيا. أول دستور انوضع مثل ما ذكرت ولاية فرجينيا لعام 1776، وبعدها انحط الدستور الاتحادي كامل للولايات المتحدة الأمريكية اللي هو عام 1787، ويعتبر أقدم دستور مدون أو مكتوب في العالم. ولاحقا وضعت فرنسا دستورها الأول المدون اللي هو عام 1791. طيب لحد الآن حد عنده أي سؤال أو استفسار فيما يتعلق بتعريف الدساتير المدونة وتاريخ ظهور الدساتير المدونة؟ مزايا الدساتير المدونة. نحن عرفنا الدساتير المدونة وحكينا عن تاريخها. طيب ما هي مزايا الدساتير المدونة؟ بقول لك الدساتير المدونة تتمتع بخمس مزايا أو خمس خصائص. بداية، هذه الدساتير تتسم أحكامها بالوضوح والثبات. يعني الدستور المدون مكتوب، فهو مكتوب على ورقة مثل ما نقول بالعامية، فأي نص بنرجع له، بنرجع للوثيقة، بنرجع للورقة ونتأكد منه، فيتسم في الوضوح والثبات، على خلاف الدساتير العرفية. الدساتير العرفية دائما يختلفها الغموض وعدم الوضوح وعدم التحديد. فالبعض بيقول لك هذا الدستور هيك بيقول، لا الثاني بيقول لك لا هيك. طيب شو مرجعنا؟ الموضوع انه هو في النهاية عرف، ما في شيء مدون، ما في شيء مكتوب، فهو غير محدد وغير مضبوط. وبالتالي الدساتير المدونة تتسم أحكامها بالثبات والوضوح على خلاف الدساتير العرفية. هذه الخاصية الأولى. ثانيا، الدساتير المدونة تشكل ضمانة لحماية الحقوق والحريات العامة. يعني نحن اليوم في الدستور مثلا مكتوب جميع المواطنين متساوين، حق التقاضي حق مصان للمواطنين. فكل شخص لما بيشوف انه بالدستور مكتوب حقوق الانسان، مكتوب ضماناته، مكتوب الحريات العامه، فهذا الشيء يشكل ضمانه لحمايه الحقوق والحريات العامه. هذا الشيء موجود في الدساتير المدونه على خلاف الدساتير العرفيه. ثالثا، الدساتير المدونه تتسم بالتجاوب السريع مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تطرأ في الدولة. يعني نحن اليوم صار في عنا تغير في النظام الاقتصادي على سبيل المثال في الدولة، كنا عم نتبع النظام الاشتراكي اقتصادي، من نتبع حاليا النظام الرأسمالي. فبكل بساطة في عنا نحن السلطة المختصة بتعديل الدساتير هي السلطة التأسيسية المشتقة، تشتمل السلطة التأسيسية المشتقة وبتاخذ بتعدل هذا الدستور. فممكن أي تغير سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي نغيره بالدستور على خلاف الدساتير العرفية، لأنه مثل ما نعرف العرف يحتاج إلى فترة زمنية طويلة حتى يتكون، وأيضا تعديل العرف يحتاج إلى فترة زمنية طويلة. فالدساتير المدونة تتسم بالتجاوب السريع مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تطرأ في الدولة على خلاف الدساتير العرفية. رابعا، الدساتير المدونة تعتبر ضرورة لبعض الدول. فالدول الفيدرالية أو الاتحادية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الدول لا يناسبها سوى الدساتير المدونة. من المستحيل أن تكون دولة فيدرالية يناسبها دستور عرفي. وبالتالي الدساتير المدونة
هي ضرورة لبعض الدول، خصوصا الدول الاتحادية أو الدول حديثة التكوين. يعني دولة حديثة النشأة من غير الممكن أن يناسب دستور عرفي، لأنه الدساتير العرفية تحتاج إلى فترة زمنية طويلة حتى تتشكل، ونحن دولة حديثة النشأة ما رح ننطر فترة زمنية حتى نحط لها دستور عرفي. وبالتالي الدساتير المدونة تعتبر ضرورة لبعض الدول كالدول الاتحادية والدول حديثة النشأة. أخيرا، الدساتير المدونة تفيد في قيام رقابة على دستورية القوانين من خلال القضاء، فنحن أي قانون يصدر مخالف للدستور يعتبر غير دستوري هذا القانون، وبالتالي هو باطل. فطالما هذا الدستور مكتوب فيشكل ضمانة، أما إذا كان الدستور عرفي فموضوع الرقابة على دستورية القوانين ما راح يكون في عنا رقابة حقيقية، ما راح يكون في ضمانة حقيقية مثل الرقابة الموجودة في الدساتير المدونة. الدساتير المدونة تفيد في قيام رقابة لدستورية القوانين من خلال القضاء، وذلك على خلاف الدساتير العرفية. إذا نعيد المرة الأخيرة، مزايا الدساتير المدونة تتمتع بخمس مزايا: أولا، تتسم أحكامها بالوضوح والثبات على خلاف الدساتير العرفية. ثانيا، تشكل ضمانة لحماية الحقوق والحريات العامة. أيضا، تتسم بالتجاوب السريع مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. رابعا، تعتبر ضرورة لبعض الدول خصوصا الدول الاتحادية والدول حديثة النشأة. خامسا وأخيرا، تعتبر هذه الدساتير تشكل رقابة على دستورية القوانين من خلال القضاء. إذا هذا النوع الأول من الدساتير المدونة. النوع الثاني، الدساتير غير المدونة أو الدساتير العرفية. إذا النوع الأول هو الدساتير المدونة، ثانيا الدساتير غير المدونة أو الدساتير العرفية. طبعا اللي فهم تعريف الدساتير المدونة تلقائيا رح يفهم الدساتير العرفية. الدساتير العرفية أو الدساتير غير المدونة هي الدساتير التي تكون غالبية أحكامها، حطوا لي كمان خط أحمر تحت كلمة غالبية أحكامها، غير مدونة في وثيقة أو عدة وثائق رسمية. إذا هي الدساتير التي تكون غالبية أحكامها غير مدونة في وثيقة أو عدة وثائق، أي يكفي أن تكون غالبية الأحكام غير مدونة. قد تكون جميع الأحكام غير مدونة، وقد تكون غالبية الأحكام غير مدونة. إذا كانت غالبية الأحكام غير مدونة، ممكن أن يكون لدينا بعض هذه الأحكام مدونة، ويبقى الدستور عرفي طالما أن غالبية الأحكام هي غير مدونة. إذا الدساتير العرفية أو الغير المدونة هي الدساتير التي تكون أغلبية أحكامها غير مدونة في وثيقة أو عدة وثائق. طبعا في عندنا نحن دولة وحيدة في العالم دستورها غير مدونة عرفي، اللي هي إنجلترا. طبعا إنجلترا غالبية أحكام دستورها غير مدون، ويوجد بعض أحكام من دستورها مدون. فدستورها عرفي وإن كان هناك بعض أحكام هذه الدستور مدونة، عم بقول عرفي لأنه غالبية الأحكام غير مدونة، وإن كانت هناك بعض هذه الأحكام مدونة. فالعبرة بالتمييز بين الدساتير المدونة والدساتير غير المدونة هو بغالبية الأحكام وليس بجميع الأحكام. فإذا كانت غالبية الأحكام مدونة فالدستور مدون، وإذا كانت غالبية الأحكام غير مدونة فالدستور غير مدون وعرفي. لحد الآن حد عنده أي استفسار أو أي تساؤل يتفضل قبل ما ننتقل للتقسيم الثاني، اللي هو الدساتير المرنة والدساتير الجامدة. عنده أي استفسار؟ النوع الثاني أو التقسيم الثاني الدساتير، من حيث طريقة التعديل دساتير تقسم إلى دساتير جامدة ودساتير مرنة. سوف نبدأ بالدستور المرن. الدساتير المرنة أو الدستور المرن هو الدستور الذي يمكن تعديله أو تعديل أحكامه بنفس طريقة تعديل القوانين العادية، أي لا تتطلب إجراءات أشد من إجراءات تعديل القوانين العادية. نحن
بعيد، الدساتير المرنة أو الدستور المرن هو الدستور الذي يمكن تعديله بنفس طريقة تعديل القوانين العادية، أي لا يتطلب إجراءات خاصة ولا يتطلب إجراءات أشد من تعديل طريقة القوانين العادية. فتعديل الدستور المرن يكون بنفس طريقة تعديل القوانين العادية ولا يحتاج إلى إجراءات خاصة كما هو الحال في الدساتير الجامدة اللي راح نحكي عنها حاليا. إذا الدساتير المرنة هي الدساتير التي يمكن تعديلها بنفس طريقة تعديل القوانين العادية. هلا هون لما يكون طريقة تعديل الدستور نفس طريقة تعديل القوانين العادية، يخشى من أمر اللي هو إنه نفقد هيبة واحترام الدساتير، لأنه المتعارف عليه والقواعد العامة إنه الدساتير هو أعلى قيمة من القوانين العادية، وبالتالي هو على القوانين العادية أن تحترم الدساتير، وأي قانون يخالف الدستور هو قانون غير دستوري وبالتالي هو باطل. طيب نحن طالما عم نقول إنه الدساتير هي أعلى قيمة من القوانين العادية، فبالتالي يجب أن يكون هناك إجراءات خاصة وأشد من القوانين العادية. ففي الدساتير المرنة لما نقول في الدستور المرن طريقة تعديله نفس طريقة تعديل القوانين العادية، فهون نوعا ما نحن ساوينا بين الدستور والقانون العادي، وبالتالي يخشى في الدساتير المرنة من أن تفقد احترامها وهيبتها وقيمتها، لأن الدساتير المتعارف عليه والقواعد العامة هي أعلى قيمة وأعلى درجة من القوانين العادية. هذه هي الدساتير المرنة. أما الدساتير الجامدة، الدساتير الجامدة هي الدساتير التي لا يمكن تعديلها بنفس طريقة تعديل القوانين العادية، وإنما لتعديلها هناك إجراءات معينة أشد من إجراءات تعديل القوانين العادية. إذن الدساتير الجامدة هي الدساتير التي لا يمكن تعديلها بنفس طريقة تعديل القوانين العادية، وإنما تحتاج إلى إجراءات أشد من إجراءات تعديل القوانين العادية. طالما نحن عم نقول إجراءات تعديل أشد من إجراءات تعديل القوانين العادية، فهون راح يكون للدستور قيمة أعلى من القوانين العادية، وبالتالي هنا يجب احترام الدستور، ويجب على القوانين العادية أن لا تخالف الدستور، وأي قانون يخالف الدستور هو قانون غير دستوري وبالتالي هو باطل. إذن الدساتير الجامدة هي الدساتير التي لا يمكن تعديلها نفس طريقة تعديل القوانين العادية، وإنما تحتاج إلى إجراءات أشد من إجراءات تعديل القوانين العادية. هلأ جمود الدساتير كقاعدة عامة هو جمود نسبي، ولكن قد يكون هناك جمود مطلق، والجمود المطلق 3 أنواع. أولا جمود مطلق كلي مؤقت، جمود مطلق كلي مؤقت. المقصود بالجمود المطلق الكلي المؤقت أي لا يجوز كلي، يعني كل أحكام الدستور مؤقت خلال فترة زمنية معينة، وبالتالي كشرح أي لا يجوز تعديل أي نص من نصوص الدستور خلال فترة زمنية معينة. كيف عرفنا جمود مطلق كلي مؤقت؟ كلي يعني كل أحكام الدستور، مؤقت يعني خلال فترة زمنية مؤقتة. إذن أي المقصود بالجمود المطلق الكلي مؤقت أي لا يجوز تعديل كافة أحكام الدستور خلال فترة زمنية معينة. يعني نحن على سبيل المثال اليوم وضعنا دستور جديد، فبيحط لك فقرة لا يجوز تعديل أي حكم من أحكام الدستور قبل مرور عامان على نفاذ الدستور. فنحن لما نحط دستور جديد ما معقول ممكن بعد شهر شهرين نعدل نص من نصوصه، لانه بيقولوا لك مثل ما بيقولوا بالعاميه لسه ما عرفنا خيره من شره، وبالتالي بعض الدساتير بتحط لك خصوصا الدساتير الجديده انه لا يجوز تعديل اي نص من نصوص الدستور الا بعد مرور سنه او سنتين مثلا من تطبيق هذا الدستور. هذا هو المقصود بالجمود المطلق الكلي المؤقت، اي لا يجوز تعديل اي نص من نصوص الدستور خلال فتره زمنيه مؤقته. النوع الثاني جمود مطلق جزئي دائم، انتبهوا جزئي دائم أي جزئي بعض أحكام الدستور، دائم بشكل دائم. إذن جمود مطلق جزئي دائم أي لا يجوز تعديل بعض أحكام الدستور بشكل دائم. إذن
جمود مطلق جزئي دائم، أي لا يجوز تعديل، طبعا جزئي يعني بعض أحكام الدستور، دائم مدى الحياة. إذا المقصود بذلك أي لا يجوز تعديل بعض أحكام الدستور بشكل دائم. طبعا هذا النوع بنحط بعض الأنظمة اللي على سبيل المثال نظام حكم فيها وراثي ملكي، بحط لك فقرة إنه طالما نظام الحكم ملكي لا يجوز تعديل هذه الفقرة بشكل دائم. طبعا هذا الشيء لمصلحة الحكام اللي عندهم رغبة البقاء على مناصبهم وتوريث هذه المناصب لأبنائهم، فبيحطوا لك فقرة لا يجوز تعديل، مثلا الفقرة اللي بتنص أنه نظام الحكم في هذه الدولة ملكي وراثي لا يجوز تعديل هذه الفقرة بشكل دائم. فهذا المقصود به الجمود المطلق الجزئي الدائم، لا يجوز تعديل بعض أحكام الدستور بشكل دائم. النوع الثالث الأخير جمود مطلق كلي دائم، المقصود كلي أي كل أحكام الدستور دائم مدى الحياة. طبعا المقصود بذلك أي لا يجوز تعديل أي حكم من أحكام الدستور بشكل دائم، وهذا مرفوض. إذا لا يوجد دستور يتسم بجمود مطلق كلي دائم، لأنه الجمود المطلق كلي دائم مرفوض لدى الجميع، وبالتالي لا يوجد دستور يتسم أو يتصف بالجمود المطلق الكلي الدائم. إذا بعيد، الدستور جمود الدستور هو جمود نسبي كقاعدة عامة، ولكن يمكن أن يكون هذا الجمود مطلق. والجمود المطلق نميز بين 3 أنواع: جمود مطلق كلي مؤقت، جمود مطلق جزئي دائم، جمود مطلق كلي دائم. مثل ما ذكرنا النوع الأول الجمود المطلق الكلي المؤقت، كلي مؤقت كل أي كل أحكام الدستور مؤقت خلال فترة زمنية معينة، أي لا يجوز تعديل أي نص من نصوص الدستور خلال فترة زمنية معينة. النوع الثاني جمود مطلق جزئي دائم، جزئي أي بعض أحكام الدستور دائم مدى الحياة، المقصود بذلك أي لا يجوز تعديل بعض أحكام الدستور بشكل دائم. النوع الثالث جمود مطلق كلي دائم، أي لا يجوز تعديل أي حكم من أحكام الدستور بشكل دائم، وهذا النوع مثل ما ذكرت مرفوض، أنه مستحيل يكون في عنا دستور لا يمكن تعديله، وهذا مرفوض لدى الجميع. هلا هيك نكون انتهينا اليوم من محاضرتنا، اللي هي محاضرة بسيطة بس في غاية الأهمية، حكينا فيها عن أنواع الدساتير، تقسم أنواع الدساتير وفق تصنيفين، تصنيف أول من حيث تدوين الدستور نقسم إلى دساتير مدونة ودساتير غير مدونة عرفية، التصنيف الثاني من حيث طريقة تعديل الدستور تقسم إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة. هيك نكون انتهينا اليوم إن شاء الله من محاضرتنا. المحاضرة القادمة الأسبوع القادم راح نحكي عن أساليب نشأة الدساتير، كيف كانت قديما تنشأ الدساتير، وكيف حديثا انتقلنا للأسلوب الديمقراطي في نشأة الدساتير، اللي السلطة المختصة في نشأة الدساتير هي السلطة التأسيسية الأصلية، وفي عندنا شيء اسمه تعديل الدساتير، السلطة المختصة بتعديل الدساتير هي السلطة التأسيسية المشتقة. رح نشوف ليش سميناها مشتقة، إنه هي مشتقة من السلطة الأساسية. حدا عنده استفسار أو أي تساؤل قبل ما ننهي لقاءنا اليوم؟ نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. الله يعطيكم العافية جميع، السلام عليكم، نعود إن شاء الله الأسبوع القادم.